مين من الثلاثة فاينالست لآخر إنجاز؟ أكيد برعاية بنك أوف بيروت لهالأسبوع، ما قدروا يكونوا موجودين معنا بداعي السفر، بنتابع سوا هالشريط. اسمي عبدالله عبسي، عمري 20 سنة وأنا شاركت بالياب كومبيتيشن تبعية البنك أوف بيروت. حلمي أنه أحول العالم العربي لمركز الإبداع والإنتاج بالعالم. لأقدر أحقق هذا الحلم، بالسنتين اللي مضوا اشتغلت على مشروعين، الأول اسمه زومال واللي هو بيدعم الإبداع العربي بالعالم العربي من خلال العالم العربي اللي هن قاعدين باليو اس واليو كي وكندا، ونخليهم يدفعوا أونلاين ويساعدوا المشاريع الإبداعية. مشروع تاني اسمه إي كلوب واللي هو بيساعد الطلاب اللي بالجامعات أنه يحققوا أحلامهم ونساعدهم يصيروا أنتربرينورز ورواد أعمال بالمستقبل وما يكونوا بس موظفين. الياب كومبيتيشن هي مش بس تكريم للمنجزين، هي كمان تسليط الضوء على الانجازات اللي عم نعملها حتى نحن يصير في لها تاثير اكثر هدول الانجازات، ونشجع الشباب انه يصيروا يعملوا نفس الشيء. فوت فور مي. اسمي أنطوان فياد، عمري 18 سنة، اشتركت مع بنك اوف بيروت بالياب كومبيتيشن. بلشت بيانو من وقت اللي عمري 4 سنين، خلصت كل الستبس تبع الكونسرفاتوار ناسيونال بلبنان، بلشت ارسم ات 10 years statuettes black and white already. هديك الصيفية اشتركت ببطولة لبنان بالركض، ربحت ثالث مركز، اول اثنين كانوا من الجيش عمرهم بالعشرينات 25-28، بالعمر تحت 20 ربحت second place بال 400 and 200 meter. اللي عم جرب فرجيه للفيوتشر جنريشن، لكل اللي عم يحضروني، انه to never give up in everything you do. كل obstacle is only a new challenge and you should always remember that no means next opportunity. ياب كومبيتيشن بالنسبة إلي خلتنا نعرف قيمة our potential وقيمة التالنتس عنا إياها، مش بس إلنا، خلت كل المشاهدين كمان يعرفوا شو هالبلد عنده ك future generation، شو ناطرهم ك potential in Lebanon. Vote for me. اسمي لارا جابر، عمري 20 سنة، واشتركت بالياب كومبيتيشن تبعت بنك اوف بيروت. من سنتين بلشت اعمل هاند ميد اكسسوارز، وكنت حب جيب الموديلات القديمة وجددها على طريقتي، ومن هيك تطورت وصارت تشارم باي ال. بالنسبة إلي الياب كومبيتيشن خلتني أحس إنه فينا نوصل على اللي بدنا إياه من مشروع صغير. Vote for me. أكيد بدنا نقول good luck للجميع. خليكم دايما عم تفوتوا على yaplebanon.com وتفوتوا وتصوتوا للمشترك اللي انتم بتلاقوه الافضل او عمل احلى انجاز له، اكيد بيقدر يربح بالمرتبه الاولى $15,000، المرتبه الثانيه $10,000، والمرتبه الثالثه $5,000. ولا هون ومع اخر انجاز بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليله. بدايه الحلقه بدي اوجه تحيه لكل الجوفي اللي كانوا موجودين معنا واتشكرهم على وجودهم معنا الليله، ياسر رامي، زينة شمعون، راشد بحصلي، باتريس رامور، جاد حرب، وراك عادي. شكرا كثير لوجودكم معنا. اذا حابين تجوا تحضروا حلقه من الاخر من قلب الاستوديو فيكم تتصلوا بالرقم اللي عم يقطع على الشاشه. ما تنسوا دائما تتواصلوا معنا عبر فيسبوك وعبر تويتر، واذا ما قدرتوا تحضروا حلقه الليله وما قدرتوا تحضروا الاعاده فيكم تتابعوها دائما على mtv.com
دوت قلبي. انا برجع بلاقيكم مع فريق جديد من الاخر الاسبوع الجاي دائما بنفس الوقت ودائما على الام تي في. تحيه كثير كبيره لكل فريق العمل، راس مطر البروديوسر باتريسا صار، ريتا منصور، ديما جمال، راشيل سماحه، اللي جابوري بيعمل لنا اديتنج، اللي جابوري اديتر بدي اوجه لك تحيه كثير كبيره، دائما بتتعب معنا، واكيد المخرج ميشيل صليبه. تحيه لكل الاشخاص يلي عم يشتغلوا بالستوديو فيجن والام تي في. انا برجع بلاقيكم الاسبوع الجاي دائما بنفس الوقت. الاسبوع الجاي بكون حلقه رقميه لمن الاخير، الحلقه رح تكون سبيسيال الاسبوع الجاي غير عن كل بقيه الحلقات، مشان هيك بدي ادعيكم تحضروا هيدي الحلقات لنرجع نتذكر اهم الذكريات اللي قطعوا ب 100 حلقه مع اكثر من 800 ضيف قطعوا. من الاخر تحيه كبيره لكم، تصبحوا على الف خير.